محمد علي حسن، طبيب بيطري، والد طالبة بسنت اللي هي الحمد لله كانت تاني مكرر على مصر في الأدبي. حضرتك اتكلمنا بقى عن حسن. والله هي بتبقى سنة صعبة على كل الأسر، مفيش شك، ما من كل النواحي، خصوصا الضغط العصبي، وإن سنة مصيرية بالنسبة لهم. احنا كان دورنا الأساسي إن احنا نخفف عنها ونقلل الضغط ده، ما كانش يعني أبدا أنا ووالدتها بنضغط عليها ذاكري اقعدي ما تخرجيش، لا بالعكس، من أول السنة اللي بيضغط على نفسه جامد قوي بيجي لآخر المشوار يحصل له إن هو يقل مجهوده ويتوتر وممكن يتعب في نهاية المطاف، وده الوقت الأساسي اللي هو نهاية التحصيل بتاعت نهاية العام. والله أنا كنت في الشغل والحمد لله وصلني الخبر بالتليفون من المدام، وربنا العالم، يعني كانت فرحة كبيرة جدا لينا بتفوقها ووصولها للمرتبة دي. والله لا، أنا كنت متوقع إن شاء الله بإذن الله تكون من الأوائل، لأن هي من ابتدائي وهي كانت برضو من الأوائل على الجمهورية وإعدادي والإعدادية يعني، بس إن التاني دي ما كانتش منتظر، يعني ممكن تبقى في أي ترتيب من العشرة الأوائل. الحمد لله عليه، الحمد لله. لا والله ما حصلش، يعني الحمد لله هما البنات بيبقوا اهدأ وبيبقوا في البيت دايما ومهتمين جدا بمستقبلهم. يمكن احنا كنا بنحاول نقول لها طب كفايه كده، خدي راحه النهارده، كده الخميس تعالي نخرج بتاع كده، يعني اكتر من العكس اللي هو متوقع بيحصل في الاسر كلها يعني. الحمد لله.